It's now earned him 8 World Championship points. That's going to be it. No, it's not. Got it. If he now turns this match around, Drew Boy. That is it, though. And you can see what that means to Marwan Tarek, who is the new world men's world champion. He's the first Egyptian in 4 years to pick up the trophy. A special moment for this young man. He's 17 years old. Well, these are really emotional scenes now. الحظ يعني ايه حظ؟ أنا من وجهة نظري الحظ هو الحاجة الشماعة اللي احنا بنعلق عليها، الحاجة اللي مش نفشل فيها، أو سبب نجاح أي واحد تاني احنا ما بنحبوش، ده في وجهة نظري. مش أي بيزنس مان ناجح قوي اتولد ب3 بيعملوا في الجراج، ومش أي رياضي جامد قوي في لعبته بدأ حياته وهو رقم 1 فيها. أنا عارف أنا ممكن بقول حاجات كلنا عارفينها هنا، بس لو في حتى 1% مننا لسه شاكك إن اللي بيحقق حلمه أو اللي بيحقق حاجة هو كان نفسه يوصل لها ده حظ، فلا، هو الشخصية الناجحة هي مش عبارة بس عن واحد صحي يوم وليلة لقى نفسه عمل حقق حلمه، لا، هو عن حكاية طويلة قوي بدأت بحلم وما وقفتش. خليني يعني احطها في نوويه لو في الار مانجمنت، لما رحت مدرستي الجديده الناس طبعا سمعوا بقى عن بطولاتي وانا رقم 1 في سني وكده، كان بجريد تاني. ففي اللي كان بيجي يقول لي هو انت ليه لسه بتلعب؟ ليه لسه بتتمرن؟ مش انت خلاص رقم 1؟ طبعا ليها مليون اجابه، بس انا كنت يعني بقى مكبر وعندي واضحك معاهم وكده، لحد ما في يوم واحد جه قال لي على فكره هو مصر اقوى بلد في العالم في السكواش، فانا لو كنت لعبت كنت هبقى جامد زيك كده بالظبط. بصراحه كلامه ما دخلش دماغي قوي، يعني هو يعني ايه مصر اجمل بلد في العالم في السكواش؟ يعني احنا اتولدنا كمصريين بننافس على طول العالم على طول، ولا احنا عندنا كمصريين اسبك زياده في جسمنا خلانا اجمل لعيبه في العالم؟ بصراحه الجمله اللي هو قالها كانت اثرت فيا قوي، خلتني ارجع وانا راجع بيها في الطريق فكرت انا ليه بدات سكواش؟ وانا عندي 5 سنين كان السن اللي بدات فيه سكواش كنت عادي جدا بروح التمرين يوم بعد يوم بتحسن عن اليوم اللي قبليه، لحد ما كان عندي 8 سنين، فقلت خلاص اخش بقى بطولات بقى اجرب حظي وكده، بس فدخلت اول بطوله خسرت تاني بطوله، قعدت اخسر مثلا بتاع 20 بطوله، وبعدين بقى بريفلكت كده ايه اللي حصل في 20 بطوله، لقيت في حاجه كومن ما بينهم كلهم، وهو اني كنت خايف. خايف من ايه؟ لسه ما كنتش اعرف قوي، لسه صغير يعني، بس ساعتها عرفت ان المشكله جت من حاجه ما كانتش في متخيلتي خالص، حاجه مش من اللعبه اصلا. هي مشكلتي كلها جت من هنا، ان انا كنت خايف. This is why I'm here today to talk about how I changed my fear to success. زي اي واحد عادي لعبت كمان سنه سنتين، بعد 10 سنين ولسه بكمل. طيب وبعدين الناس كلها اللي بتشوفني بلعب بتقول ده هيبقى جامد قوي، بيقولوا لي انت هتبقى جامد قوي، انت حريف جدا، انت كويس، بس مش بكسب ليه؟ عشان خايف ليه؟ معرفش. بس ف كان عندي 2 سنين كمان لسه بخاف، بقى عندي 12 سنه، فقلت بقى ايه خلاص اجرب حاجه مختلفه، اسافر بره مصر اجرب حظي في بطوله يمكن تزيد خبرتي او تخليني رهبه شويه لو لعبت في مصر تاني. فسافرت بطوله في انجلترا وكان عندي فاينل وخسرت بسبب الخوف. طبعا قمه الاحباط بقى، يعني خلاص اتعقدت، وكل الناس ابتدت تشككني في نفسي وتقول لي خلاص انت ليه بتخاف قوي كده؟ فانا خلاص يعني عملوا اصلا العقده في دماغي دي ان انا اخاف. بس وانا 12 سنه جت قلت لمامتي وبابايا انا عايز ابطل. كان في كده لحظه ثانيه سكوت، وبعدين ردوا عليا قالوا لي انت مع اول تحدي دول قلتوا لك هتقف، اعمل اللي انت عايزه وراهم، بس اوعى في يوم تختار الطريق السهل. ليه ما هتعيش زيك زي اي حد. هما كانوا عارفين كويس قوي ان انا مش عايز ابقى زي اي حد، كانوا عارفين كويس قوي ان انا عايز ابقى جامد في اي حاجه هعملها. صراحه كلامهم حفزني قوي، كلامنا مثلا كل يوم كده لمده شهر. فرجعت اتمرنت بس فتحوا عيني بقى، خلوني احاول بشكل تاني. فبقى اي حد جامد اعرفه بروح اساله اقول له طب هو انت ازاي بتخش ماتش وما بتخافش؟ يعني اصل انا بخش ماتش شكلتي تبقى بيضه ورجلي تترعش وبتاع، ما بخافش اتضايق. ففي ما بيقدرش يقول لي طريقته طبعا، عايز يبقى هو جامد لوحده، او في اللي يقول لي طريقه بس هي مش ماشيه معايا. يعني مثلا اخش افكر ان هتلعب حلو ما تفكرش في المكسب عشان ما تنزلش، بس بخش افكر ان انا حلو وبخسر برضه خالص. لحد ما في يوم كده جالي احساس ان انا لسه ما لقيتش حل، بس انا مش صح، انا هلاقي طريقه في يوم من الايام. لحد ما لقيت واحد لعيب كان مجتهد، ما كانش جامد قوي بس كان مجتهد، فقلت يعني كده ايه طيب ما اساله انا ايه اللي مخليه جامد، يعني مش هيخسر في حاجه. يعني برضه حكيت له قلت له انا بخش ماتشات في عيني وكده، انت بتعمل ايه عشان ما تخسرش؟ قال لي بص اتمرن 5 ايام فيتنس في الاسبوع. طبعا هو جاوب سؤال تاني اصلا، يعني مش عارف هو كان نفس السؤال ولا لا، بس قلت له ساعتها طيب شكرا. انا عرفت يعني اوحش نصيحه اتقالت لي يعني، بس رجعت قلت لمامتي وبابايا على الموضوع وقالوا لي طبعا بشكل رهيب مش عارف ازاي. وتاني يوم كانوا متفقين مع مدرب الفتنس 5 ايام في الاسبوع. بقى يومي كالاتي، بقى بصحى الساعه 7 بروح المدرسه من 8 ل 3، اخلص مدرسه اطلع على الفتنس من 3:30 ل 5، اخلص فتنس اطلع على تمرين سباش من 6 ل 9. 5 ايام في الاسبوع لمده 3 شهور. الموضوع كان مرهق عليا جدا جسمانيا، بس ما كانش مرهق جسمانيا على قد ما كان مرهق في النادي. بس انا كنت حاسس ان انا بكلم نفسي كل يوم بقول هو يعني انا هتمرن جامد قوي وهحسن كل حاجه فيا لدرجه ان انا ما اخليش يخوف جوايا مكاني. بعد اول بطوله بعد الروتين ده كسبت واحد كان عمري في حياتي ما كسبته وما خفتش. البطوله اللي بعديها كسبت واحد تاني عمري ما كسبته. مكسب ورا مكسب جاب بطولات. بقى التارجتس بتاعي عن زمان، بدل ما كنت نفسي اكسب ده او ده، بقى نفسي اكسب بطوله النادي، وبعد بطوله النادي بقى نفسي اكسب بطوله الجمهوريه. طب في حاجه لسه ناقصاني، هو الخوف فين بقى من كل ده؟ يعني هيطلع لي فين؟ هيطلع لي امتى؟ بس من 13 سنه ل 16 سنه مشيت على نفس الروتين اللي كنت ماشي عليه ده، و مصدق نفسي قوي، مؤمن بحلمي ان انا عايز ابقى جامد، عايز ابقى جامد باي شكل من الاشكال. انا مش عايز اخسر، يعني نفسي الناس تتكلم عليا تقول لا مروان ده جامد، مروان ده بطل وبتاع. فالحمد لله اجتهدت جدا من 13 سنه ل 16 سنه واختاروني في منتخب مصر اللي هيطلع بطوله العالم تحت 19 سنه بطوله عالميه. لما اختاروني كانت انا عندي 16 سنه وكنت بلعب مع 3 في الفريق معايا عندهم 18 سنه. طبعا كان بالنسبه لي بطوله العالم دي اصلا كان يعني هي انا ما كنتش احلم بيها، كان سقف احلامي وقف تحت قوي، ما كانش لسه وصل لبطوله العالم. بس يعني طبعا جالي فرصه في حاجه ما احلمش بيها. واحنا في الاسكواش في كل الفرق بنلعب 3 لعيبه بيلعبوا من مصر مع 3 لعيبه من بره، وفي واحد بيبقى احتياطي. فرحنا البطوله سافرت مع المنتخب وكسبنا اول ماتش وثاني ماتش دوري المجموعات، لعبنا خد دور 8 كسبنا والسيمي فاينل كسبنا، والمدرب اللي لعبني كل الماتشات لحد ما وصلنا ليوم الفاينل مصر وباكستان. كان الترتيب اللعب جابني ان انا العب ثالث والاخير خالص يعني، واول مصر هيلعب بعدين ثاني مصر هيلعب بعدين انا هلعب. بس بقى قلت الله ده حلو قوي بقى، يعني اول اثنين هيخشوا يكسبوا وابقى بطل عالم فرق، دي حاجه ما كنتش اتخيل بيها اصلا والحمد لله وكده. اول واحد مصري الاخر خسر، وبقى لو الثاني خسر فمصر خسرت كده التايتل وانا مش هلعب، بس لو الثاني كسب هلعب انا الماتش الفيصل بتاع بطوله العالم. بس طبعا خوف بقى شك كده، بس انا لسه دماغي مش اي حاجه يعني. بشجع طبعا لعيب مصري جدا وكده، لعيب مصري التاني دخل كسب، بقينا 1-1 في فاينل جوز العالم فرق مصر وباكستان، وواحد عنده داخل عنده 16 سنه بيلعب تحت 19 سنه. وهنا الحاجه اللي كنت خايف منها حصلت، وهو اني خفت. خسرت الماتش في اقل من نص ساعه وضيعت التايتل من ايد مصر. واكتئبت جدا يعني، كان بقى منتهى الاحباط اللي خلقه ربنا يعني. اللي حسيت اللي بنيته في 11 سنه سكواش ضاع في نص ساعه حرفيا. مشكله حياتي اللي انا مش عارف اتغلب عليها وهي الخوف، والكلام ده كان عندي 16 سنه وانا بقيت كنت بخاف يعني من وانا عندي 8 سنين. رجعت مصر هنا، طلعت على الساحل، قعدت شهر لوحدي خالص ما بكلمش حد، بقول بقى يعني طب ايه؟ بس ساعتها الشهر اللي قعدته ده هو الفترة الوحيدة اللي قعدت فيها انا كبرت. ليه كبرت؟ علشان عشان عرفت حاجة اسمها الواقعية. حسيتها ازاي؟ قعدت ساعتها هناك اكلم نفسي بقول مروان انت ما بتخافش، انت ما بتخافش. حد من دماغي بيرد عليا ويقول لي لا انت بتخاف، والخوف ده خسارة كل العالم. الواقعية هنا جت لما قلت لنفسي ايه؟ هو أي حد فينا لو كان في موقف زي ده كان هيخاف، ده طبيعي، كلنا هنا بنخاف، كلنا بنخاف. مفيش حد ما بيخافش، بس كلنا بنخاف لما يطلع حاجة ولا حاجة اسمها الكونفورت زون بتاعنا. في اللي بيخاف من الخسارة، وفي اللي بيخاف من التغيير، وفي أصلاً اللي بيخاف من المنافسة. بس اللي بيفرق واحد عن واحد في موضوع الخوف ده إن أنت هتقدر تتحكم في الخوف ده بقد إيه جواك، تقدر تخليه يسيطر عليك ولا لأ. القوي فينا هو اللي بيتحكم دماغه، يخلي الخوف يتحكم من 5 ل 10% بس من دماغه. بس رجعت طبعا قعدت اكلم نفسي كتير، وفكرت بقى حاجه ثانيه. طيب انا دلوقتي بطلت سكوتش، هرجع اعمل ايه؟ هرجع كل يوم المدرسه افضل قاعد في البيت، افضل اخرج ويك اند واروح السينما وبتاع؟ دي الحياه اللي انا عايزها؟ دي الحياه اللي انا عايز اقدر بيها؟ الناس تفتكر ان انا خسرت فاينل كل عام وبطلت. كان حافز كبير قوي ليا، ورجعت اقوى من الاول بكتير قوي. والسنه اللي بعديها دخلت فاينل كاس العالم، بس فرقت المره دي يعني. لو كسبت هيقولوا مروان كسب، لو خسرت هيقولوا مروان خسر. بلعب بنفسي بقى، مش معتمد على فريق او حاجه. بعدين بفتح قعدت اكسب الحمد لله لحد ما وصلت فاينل. بفتح اليوم اللي قبليه فيسبوك، لقيت مصر ضد فرنسا. الواد ده بتاعه فرنساوي، فقلت ده خوف بقى السنه اللي قبليها وفشل وكده، خليني امسح واتساب خالص مع الموبايل. تاني يوم رحت الباص اللي انا رايح فيه مفيش مكان اقعد فيه اصلا، الناس كلها ابتدت تيجي تاني، فلاش باكس من السنه اللي قبليها بترجع لي اللي بيحصل في 5 دقايق على الماتش، وسخنت وكله تمام. وهنا حصل حوار صغير كده بيني وبين نفسي يعني. الخوف ده يرجعني كده بلحظات صغيره وانا مش فاهم يعني ايه. طب هضيع الموقف تاني من حياتي واخسر تاني بسبب الخوف. لقيت نفسي ساعتها كل الذكريات، التمرين اللي انا اتمرنته، والنوم اللي انا نمته بدري، التضحيات اللي انا ضحيتها علشان كاس العالم وعشان حلمي، كل يوم نمت فيه بدري، كل يوم نمت فيه على المخده وقلت انا نفسي اخد كاس العالم. بتكلم هي الخوف لوحدها، بتقول له مش هتسيطر عليا المره دي. الحمد لله عرفت ان انا اكسب الفاينل ده، وكسبت كاس العالم. فايدي كان اكبر انجاز في حياتي. اللي انا هقوله دلوقتي ده كان اوت كم من 1000 شخص اتعاملت معاه، و5000 رحتهم، واكثر من 1000 موتيفيشن كول قريتها. عايز تعيش ضعيف، اي حاجه تقف قدامك خلاص يعني كبر منها بقى، وما تشغلش بالك اي حياه هتعيشها ورا كده. بس لو انت عايز تعيش طول حياتك قوي، احلم وعيش الحلم، عيش كل لحظه وحشه قبل حلوه، مش حلوه قبل وحشه، عشان اللحظات الوحشه دي بس هي اللي بتقويك، هي اللي بتخليك، هي اللي الاخر لما تبص عليها تستمتع اكتر من اللحظات الحلوه. كل واحد فينا هنا عنده حلم نفسه يحققه طبعا، بس افتكر دايما ان زي ما انت عايز تحقق الحلم ده، مليون واحد تاني عايز يحقق نفس الحلم. بس الفكره ان انت هتعمل ايه زياده عشان تحقق الحلم ده؟ انت هتضحي بايه اكتر؟ مليون واحد فينا نفسه يبقى مكان محمد صلاح. مليون واحده فينا نفسها تبقى زي فريد عثمان. بس انت هتعمل ايه عشان تعدي الحته دي؟ انا واقف قدامكم هنا وكل فوق بقول انا قدرت اتفوق على منافس حياتي بعد 12 سنه منافسه معاه وهو الخوف. الدور عليك.